حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف، قال: حدثني مجاهد، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه، قال: وقف عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم، قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق، قال: فيّ نزلت هذه الآية فمن كان مريضا او به اذى من راسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام او تصدق بفرق بين سته او امسك بما تيسر باب الاطعام في الفديه نصف صاع